بسم الله الرحمن الرحيم. تبدو هذه الجبال الشامخة وكأن تحتها لا يوجد شيء، ولكن كشف العلماء أن كل جبل له وتد ينغرز ويمتد ويغوص عميقا في الأرض. جبال الهيمالايا مثلا اكتشف حديثا أنها ترتفع ل8800 مترا، ولكن لها جذور بحدود 120 كيلومتر. تصوروا، فكل جبال الدنيا لها جذور، وبالتالي شكل الجبل يشبه الوتد، يظهر منه جزء صغير ولكن معظمه يغوص في الأرض. سبحان الله، هذه الحقيقة أنبأ عنها القرآن بكلمات رائعة جدا. قال تبارك وتعالى: والجبال أوتادا، شبه الجبال بالأوتاد، وبالفعل ثبت ذلك يقيناً.